الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن الآن في بلدة عرسال، وكما ترون نحن الوافدين القادمين من مدينة قار التي احتلها النظام الأسدي بعد حرب عنيفة خاضها ضد الثوار في هذه المدينة الآمنة المطمئنة التي أصبحت الآن مدينة أشباح تعمها الفوضى والخراب بفضل ضربات المدفعية وضربات صواريخ الأرض وما إلى هنالك من الأسلحة التي تحرمها كل الشرائع والقوانين في العالم واستعملت ضد شعبنا الآمن في مدينة قارة. نحن الآن في مخيم وادي الحصن الذي تقوم لجنة الإغاثة والمهجرين ضمن مشروع سميناه مشروع يدي بيدك أو إيدي بإيدك كما يحل لأبناء قارة أن يسمونه، من أجل إسكان أهالي مدينة قارة الذين لا زالوا الآن أو لا زال قسم منهم كي نكون صريحين وواضحين يقطن في الشوارع، والبقية يسكنون في أماكن سيئة جدا، يعني ربما تدخل إلى البيت فيه غرفتان أو ثلاث غرف تجد فيه 40 أو 50 شخص وأنا لا أبالغ، ومن أراد أن يتلوى عنا من الآن يتفرج على شيء بليش يتلوى على عرسين يشوف أهالي مدينة قارة كيف يسكنون وكيف يقطنون. طبعا كلفة هاك يعني مخيم كلفة كبيرة جدا، ونحن اعتمادنا كان على المغتربين من أهالي مدينة قارة. إلى الآن لم تتوجه إلينا أي جهة أو أي مفوضية أو أي جهة إغاثية لكي تقدم لنا شيء إلا الوعود فقط، قدموا لنا وعود كثيرة جدا، لم نلمس بأيدينا أي شيء بشكل عملي. اعتمادنا على أبناء بلدتنا. أخاطب الأخوة ليس بشكل شخصي، نحن نموت ولا نطلب لأنفسنا شيء بشكل شخصي، ولكن أخاطب الأخوة المغتربين في كل مكان في العالم، أهالي قارة الذين صمدوا في مدينة قارة، ولا تستغربوا أن قارة سقطت في أيام قليلة، هذا أمر مفروغ منه. البلد تعرضت لهجمة عنيفة جدا جدا لا يمكن أن تصمد أمامها، وكل من يقول غير هذا الكلام فهو والله أعلم أنه مخطئ. هؤلاء الناس قاتلوا نيابة عنكم المدنيين، دعك عن الأخوة الثوار المقاتلين جزاهم الله كل خير، المدنيين تحملوا الضربات بالنيابة عن كل الشعب المسلم في العالم ليس فقط أهالي قارة، وهم بحاجة. أنتم تعلمون أن هنالك أناس كثر في مدينة قارة فقراء حين وجودهم في المدينة، فكيف بحالهم عندما انتقلوا إلى بلاد التشريد وبلاد الغربة وبلاد، لن أقول بلاد الزل، المواطن السوري إن شاء الله عز وجل أنه لن يزال، المسلم إن شاء الله أنه لا يزال. فلتكن يدكم بأيدينا كي نساهم في رفع الضيقة والحرج عن هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله خلقا خلقهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم، يعني هذا المتبرع الذي يتبرع بالمال من أجل إقامة المخيم أو توزيع الفرش والبطانيات أو الخبز أو أي شيء على الأخوة الذين نزحوا، هذا مشهور بهذا الحديث إن شاء الله، إن لله خلقا خلقهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الآمنون من عذاب النار يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه أجازه الله على الصراط يوم تزل الأقدام، من كان عونا لأخيه أجازه الله على الصراط يوم تزل الأقدام، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أعظم، يقول العلماء، من أعظم أسباب مغفرة الذنوب هو قضاء حوائج المسلمين. أنتم تعلمون أن الله عز وجل غفر للمرأة البغية لأنها ماذا فعلت؟ لأنها سقت كلبا عطشانا، فما بالكم بمن يوصل الطعام أو يؤمن خيمة لإنسان متشرد مسلم وهو ربما يكون يا ابن قارة يا مغترب يا صاحب المال، ربما يكون ابن عمك ابن خالك ابن أختك ابن أخيك، ربما يكون شخصا يمسك بشكل كبير جدا. فيعني نحن أخوة مسلمون نحاب مع بعضنا البعض، ويجب أن نكون عونا لبعضنا البعض في هذا الجزء.